ميلاد القرن ال21 هنتكلم عليه النهاردة وإحنا في بداية القرن، ولقاء سيد عبد الحفيظ وتأكيده بعض النقط مقاولين هيسيب الماتش اللي جاي في الدوري العام المصري وحاجات تانية كتير، ولقاء الخطيب في مجلس الشيوخ. كل ده بس تابع معانا الفيديو للآخر. الأول نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وياريت لو ما اشتركتش في القناة، أنا سعيد جدا باشتراكاتكم، وياريت تعملوا لايكات للفيديو، ياريت اللايكات في الأول عشان الفيديو يعلى. كنت عايز أنوه قبل أي حاجة إن في بث مباشر على القناة كل يوم من الساعة 9 لـ11. بصراحة البث بيبقى ممتع جدا والناس بتحب تتفرج عليه. أنا يعني أنا الأخبار بخليها في الفيديوهات، وهناك بيبقى في بعض الأخبار بس بخلي البث المباشر للناس كلها اللي معايا، هي اللي تكتب، هي اللي تقول آرائها، بنتعلم منها، نتعلم منكم، بعرف آرائكم، بعرف توقعاتكم للمباريات، بيبقى البث ممتع. جرب مرة كده تيجي من الساعة 9 لـ11 على القناة لو كنت حتى أول مرة تشوفنا، وشوف أنت هتتعرف وسط الناس وهتتكلم. إحنا كلنا يعني أصحاب، يعني لو بقينا 1000 واحد، 1000 واحد بيكتب بنقول أساميهم وكلهم عارفين بعض وبيسألوا على بعض وبيطمنوا على بعض. فياريت اللي يحب يحضر معانا البث المباشر كل يوم هبقى سعيد جدا، او جرب مرة وشوف كده. ويلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. الاول شوفوا اليافطة دي ترتيب اندية افريقيا في القرن ال21 عشان نادي القرن. احنا خدنا نادي القرن 20 وطلعت بقى طبعا ايه البلاوي اللي بيتكلموا فيها، وان الزمالك نادي القرن وحط يافطة القرن والافلام دي كلها. شوف الاهلي. الاهلي هتلاقيه عنده 90 نقطة. الفريقين اللي بعده اللي هم الترجي ومازيمبي عندهم 60 نقطة. الاثنين اللي بعده عندهم 60 نقطة، يعني فرق 30 نقطة ما بين الاهلي واقرب فريق ليه. هتلاقي النجم الساحلي بعد كده، بعد النجم الساحلي الوداد، تعال بقى للزمالك. الزمالك نمرة 6. هتلاقي الزمالك عنده 33 نقطة أو 36 نقطة. بعدين الرجاء، بص للرجاء، الرجاء 33 نقطة. بإذن الله هياخد بطولة الكونفدرالية، اكيد هتزيد النقط عنده، هيبقى الزمالك هنا السابع. شوف خد بالك من النقط، الرجاء السابع والزمالك السادس. احتمال كبير قوي بعد الكونفدراليه الرجاء يطلع يبقى في المركز السادس والزمالك ينزل المركز السابع. فاحنا كده بنتكلم في الاول، في أول القرن العشرين، أول 20 سنة إن شاء الله، آخر 2000 بقى أكون أنا موجود وبكلمكم هنا عن الموضوع إن شاء الله. طيب، محمود الخطيب تم دعوته من ناحية مجلس الشيوخ المصري عشان يقول خطته ويتكلم عن المشاكل اللي بتحصل في الكرة المصرية، وإيه الاتجاهات اللي الأهلي عايز يعملها، والكلام على الاستادات وانشاء استادات، وازاي ان دلوقتي الانديه اللي عماله تكسب هي انديه الشركات، انتهاء للانديه الشعبيه. يعني ما بقاش فين انديه شعبيه، فين نادي المنصوره، فين قوه النادي الاسماعيلي، فين نادي المحله، فين السكه الحديد، كله اللي عمال يكسب. يعني اللي داخل لك الدوري المره الجايه هتلاقي عندك بيبسي كولا وفاركو فريق دواء وانديه، واللي كسب المره اللي فاتت دخل عندك البنك الاهلي ودخل سيراميكا كروباترا. فدلوقتي بقى اللي بيكسب هي انديه الشركات، وانديه الشركات قتل المنافسه لان عنده فلوس بيدفع. فبالتالي وبيتكلم عن تطوير الانديه الشعبيه، ومجلس الشيوخ موجود فيه حسن مصطفى على فكرة، وحسن مصطفى من المؤيدين الكبار لمحمود الخطيب،
او لمجلس اداره النادي الاهلي، مش مؤيدين ليه كشخص، مؤيدين ليه كفكر، كفكر. فبالتالي لقاء محمود الخطيب مع مجلس الشيوخ كان مهم جدا، ومجلس الشيوخ ده هو اللي بيحضر القوانين اللي بتروح لمجلس النواب. ومحمود الخطيب بيتكلم في الصالح العام، مش زي بقى يطلع يتكلم ويش، لا ده بيتكلم في الصالح العام للدولة، ان ازاي تتطور الأندية الشعبية. فنتمنى التوفيق لمجلس الشيوخ انه يحسن اوضاع الأندية الشعبية. وانا دايما بتكلم وبقول الأندية الشعبية مهم جدا انها ترجع بنفس قوتها. هنتكلم عن حاجة تانية. امبارح سيد عبد الحفيظ استضيف في قناة النهار في برنامج قط اللبس مع عميده. فلما استضيف في قناة النهار اتكلم كتير وعن جو المؤامرة اللي الزمالك عمال يتكلم عنه، وقال له احنا لو عندنا مؤامرات، والكلام ده انا قلته هنا كذا مرة في القناة. ما كانش الاهلي اتعادل وكان ممكن يسيب بيراميدز يغلبه، وما كانش هيتأثر في الدوري على فكرة. كان الفرق بينهم من بعض في الدوري حوالي 13 نقطة، فأي 3 نقطة هيضيعوا من الاهلي مش هيأثروا عليه يعني. واتكلم قال حاجة مهمة جدا وعجبتني، قال ان نتعلم ده كله من مانويل جوزيه. مانويل جوزيه كان ليه يعني بصمات كبيرة قوي جدا في الكورة في النادي الاهلي، واثر حتى اداريا على سيد عبد الحفيظ اللي مدير كره دلوقتي، يعتبر من مديرين الكره الناجحين جدا مع النادي الاهلي. فكان حوار ممتع مع ميدو. ناس كتيره بتعترض على ان سيد عبد الحفيظ يظهر مع ميدو ويظهر في قناه النهار ويظهر في القنوات المعارضه للنادي الاهلي. انا ليا راي مختلف، رايي هتلاقيه مختلف شويه. انا بقول لازم يظهر، الاساس عنده انه يظهر في الانديه في القنوات ديت، لان مين هيرد عليهم ومين هيتكلم؟ ما احنا لما نسيبهم طايحين كده بيطلع شباب صغير سواء بقى اهلاويه زملكاويه بيبدا ينقم على النادي الاهلي وبيكره النادي الاهلي، حتى ممكن شباب صغير اهلاوي لازم يفهم غلط الكلام اللي بيتقال، او يفهم ان النادي الاهلي ده وحش وبتاع مؤامرات. لكن لما يطلع واحد مننا نتكلم، عشان كده ناس كتيره جدا بتلوم عليا انا شخصيا ان انا بطلع بشوفش رضا عبد العال وبرد عليه، وبشوف مجدي عبد الغني وبرد عليه، وبشوف احمد جمال وارد عليه، واشوف ميدو وارد عليه. كل الكلام ده انا لازم انا اشوفه واوضح، لان ده فضاء مفتوح، فالقنوات دي شغاله، طبيعي ان القنوات دي شغاله، فعشان القنوات دي شغاله في ناس بتشوفها، في واحد فات داس على الريموت جاب القناه وشافها. فانا مهمتي ان انا ارد، ومهمه حضراتكم انكم تعملوا شير للفيديو عشان الناس تشوفه لو انتوا بتحبوا النادي الاهلي. نيجي بقى لنقطه اهم. انا امبارح بقعد بالليل كده بعد ما بخلص البث المباشر، وانا كل يوم يا جماعه بعمل بث مباشر الساعه 9، وبيبقى بث ممتع جدا وبيعجب الناس. الناس هي اللي بتتكلم وهي اللي بتكتب وهي اللي وكلها بقول اساميها وبقول اللي هم بيقولوه، وبيبقى بس سعيد فعلا. الناس بتحب تحضره، فيا ريت اللي عايز يحضره كل يوم من الساعه 9 ل 11 باذن الله البث على القناه هنا. اللي يحب يعني يشوف الفيديو ويعرف المعلومه دي. فبعد البث اتفرجت، قعدت دورت، وصلت لاحمد جمال. احمد جمال بيشتغل دلوقتي في برنامج، البرنامج ده ايجار، اسمه الماتش، اللي اسمه في الجول او الماتش او حاجه زي كده. فالمهم هو طبعا طالع دايما دفاع عن مرتضى منصور، ده ما يعنيناش في شيء. هجوم على الاهلي برضو. امبارح قعد يتكلم عن ماتش الاهلي والمقاولين اللي جاي، وقعد طبعا هو في اطار الدفاع، مع ان ما حدش اتكلم في الموضوع ده وما حدش قال عنه حاجه، في اطار الدفاع عن عماد النحاس. بيقول ان عماد النحاس
مش هيقبل انه يسيب الماتش للاهلي، وعماد النحاس بيدافع عن اسمه، وعماد النحاس استحالة يسيب الماتش للاهلي. هو مين قال ان عماد النحاس ساب قبل كده الماتش للاهلي؟ هو احنا اسامة نبيه؟ هو احنا طارق يحيى؟ طارق يحيى اللي بيقف في الماتش يهز حاجة كده ويقعد يسيب الزمالك يكسب؟ واحنا محمد صلاح؟ واحنا كل الناس دي؟ احنا عندنا مبادئ واسس، وهو طالع متعلم المبادئ والاسس دي من الناس اللي علمته، فازاي انت تتهمه انه ممكن يسيب ماتش للاهلي؟ ايه الاتهام الفظيع ده؟ ليه اتهامات الاتهام الكبير ده انك تتهم لعيب زي عماد النحاس، لعيب على خلق ومتدين، انه لا انه والنادي متمسك بيه لاخر لحظه، وبل بالعكس بيراميدز كان بيتفاوضه قبل تاكس جونياس، فازاي انت تتهمه بهذا الاتهام الخطير؟ فكلام طبعا انا برد على كل الكلام اللي اتقال. في قضيه طبعا انا بقول لكم دايما وبقول الكلام دوت دايما للناس حتى اللي بتحضر معايا، ان مرتضى منصور رفع قضيه على سما المصري. سما المصري حاليا في السجن، يعني مسجونه واخده احكام ومسجونه، وهو رفع عليها قضيه سب وقصف. هو بيقال ان هو اتنازل عن بعض القضايا وعنها، وانا بتمنى يعني ان هو يعني خلاص بقى، يعني يمكن ربنا تطلع من الورطه اللي هي فيها، ربنا هديها وتستقر. فانا شايف ان انت مشغل الناس بتوعك ومكتب المحاماه بتاعك لقضاياك انت الخاصه. فانا اتمنى من كل قلبي انه يعني خف شويه على القضايا. هو صفحه الفيسبوك بتاعته بعد ما اتخطفت وهو رجعها اختفت تاني واتقفلت تاني، وكان برضو اختفت الصفحه بعد ما قال ان انا هعرض اسرار، وكالعاده الاسرار هي وكالعادة الأسرار اللي هو بيقدمها هي نفس الأسرار، بيتكلم عن أبو سنيدة وأم سنيدة والكلام اللي هو بيقوله ده. فيعني أنا أتمنى من كل قلبي إنه كان يعفو عن في محنة دلوقتي، ومش مستحملة إن حد تاني ياخد عليها أحكام، وربنا يهديها وتطلع من الأزمة اللي هي فيها أنضف وأحسن إن شاء الله. أتمنى بقى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا ريت تعملوا لايك، ولو عندك صفحات تواصل اجتماعي او عندك تواصل مع الناس على الواتس او عن اي حاجة، ياريت تخلي الناس تتفرج على الفيديو، وياريت لو ما اشتركتش في القناة تشترك وتبقى ضيف عندنا. اشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله.